السلام عليكم. بهذا الفيديو ان شاء الله وكالعادة ننقل اتصال من اتصالات الوهابية المليئة بالنصب والعداء والتناقض الى اهل البيت عليهم السلام. هذا الشخص يسأل الحاج وعد اللامي: هل كان الامام علي عليه السلام يلطم او لا؟ مبدئيا رسول الله كان يلطم، ما كفى برسول الله محمد صلى الله عليه واله حجة على جميع الائمة. رسول الله محمد صلى الله عليه وآله كان يلطم على الإمام الحسين، إذن أهل البيت عليهم السلام جميعا كانوا يلطمون على الإمام الحسين. والحث على اللطم وإقامة شعار الإمام الحسين عليه السلام هذه متواترة عند الشيعة، لذلك يعملون بها، هذه أولا. أما ثانيا فيا وهابية، اتركوا الإمام الحسين عليه السلام، كفاكم بغضا وعداء، كفاكم نصبا إلى الإمام الحسين عليه السلام. ما الذي يضركم؟ ما الذي يضركم إذا هذا الشيعي قام بإحياء شعار الإمام الحسين عليه السلام، إذا قام باللطم، إذا قام بالتطبير، إذا قام بضرب ظهره بالزنجيل؟ ما الذي يضركم إذا هذا كان الموضوع لا يضر بالنفس؟ ما الذي يضركم إذا كانت هذه الشعار هي قربة إلى الله تعالى وأيضا مواساة إلى أهل البيت عليهم السلام بالمصيبة الاستثنائية للإمام الحسين، والتي لم تحصل طيلة التاريخ، ولم يحدثنا التاريخ عن هذه المصيبة إطلاقا ونهائيا. الإمام الحسين ضحى بنفسه، ضحى بعياله، عياله تسبى، ومع ذلك قام بهذه الحرب، مع ذلك قام بالثورة الإصلاحية عفوا ضد يزيد ومنهج يزيد، حتى يبقى دين محمد وآل محمد، وحتى يبقى الإسلام، وحتى يبقى دين جدة. ما الذي يضركم إذا قام الشيعي بإحياء ثورة عاشوراء من خلال تخليدها، من خلال شعائر، من خلال لطم، من خلال تطبير، ومن هذه الأمور؟ ما الذي يضركم أيها الوهابية؟ إن شاء الله ندخل بنقاط هذا الوهابي اللي أثارهن، لكن مبدئيا نذكر أنه بداية الفيديو تبدأ من هذه الدقيقة، فإذا أنت شخص تريد أن تتخطى هذه المقدمة فبالتأكيد شاهدت أنه الفيديو يبدأ من هذه الدقيقة أو الاتصال، فقدمت الفيديو حتى تتخطى هذه المقدمة. أما الآن فحياكم الله. حياكم الله من جديد. هذا السؤال يتوجه ليس بمحرم الحرام، ليس بهذه الأيام، إنما في حديث الغدير في السلسلة البحثية للحاج وعد اللامي بعنوان: ماذا فهمت يا وهابي من المباهلة، وماذا فهمت يا وهابي أيضا من الغدير؟ لذلك الحاج وعد اللامي يسأل هذا الوهابي عن المباهلة، لكن حبيت أن أنوه هذه الأسئلة لم تأتي بمحرم، فراح نشوف أشكال وألوان من هؤلاء الوهابية ومن إشكالاتهم الغبية على قضية الإمام الحسين. هذا شهر الحرام لم يحل، ولكن الوهابي يسأل: لماذا تلطم أهل الإمام علي عليه السلام يلطم؟ إذن خلينا ندخل بتفاصيل الفيديو أكثر. الحاج وعد اللامي يسأل: لماذا الإمام علي عليه السلام، أو رسول الله عفوا، لماذا رسول الله أخذ الإمام علي عليه السلام دونا عن الجميع، دونا عن الصحابة؟ الوهابي يجيب مثل ما راح نخليكم إن شاء الله مع تمام الاتصال. الوهابي يقول: الإمام علي عليه السلام أخذ، يعني ثم ماذا؟ مثلا الإمام علي عليه السلام عبر عنه القرآن بأنفسنا، ثم ماذا؟ خالد بن الوليد، سيف الله المسلول، عمر الفاروق، حور العين في الجنان، هذه تسميات لا تدل اطلاقا ونهائيا على الافضليه. نترككم ان شاء الله مع تمام الاتصال ونرجع ان شاء الله بالتعقيب. تفضل اخونا الكريم، تفضل. من معي؟ ابراهيم من سوريا. ابراهيم، تفضل ابراهيم. الله يزيد فضلك. يا شيخ، بس ابغى اسالك. اي. هل كان علي يلطم؟ علي بن أبي طالب عليه السلام يلطم؟ شلون يعني يلطم؟ يعني كان يضرب حاله بإيده؟ هذا فعل إنساني، كل إنسان كان يفعله. الأكثر من هذا أنه النبي محمد صلى الله عليه وآله كان شعره أشعث أغبر، وكان يرى عندما جاء له جبرائيل عليه السلام حالته حالة، عندما، وهذا في كتب السنة في مسند أحمد بن حنبل وهو كتب الشيعة عند كامل الزيارات، أنه كان أشعث أغبر، وبالنتيجة أنت لا تلطم أخونا، يعني الأمر بسيط جدا. ألو، وين رحت؟ طيب، يبدو أن اقتنع. تسمعني؟
طيب تفضل. ايه تسمعني؟ ايه سمعونك. ايه بالنتيجة زين، انت تقدر تجاوبنا على هذا؟ جاوبتك. ممكن تجاوبنا ليش النبي محمد صلى الله عليه واله اخذ علي بن ابي طالب وترك عمر وابو بكر في قضية المباهلة؟ وين المشكلة؟ لو ياخذ اللي بده يا اذا سمى لماذا اخذ؟ سمى حور الجنة، حوره سمى حور. اعرف بس الرسول وين ماشي. المشكلة يعني ماشي. سمى حمزة اسد الله ماشي. سمى خالد بن الوليد سيف الله المسلول. طيب يعني كل واحد سماه وعطاه صفة من صفات. طيب انت الان تعترف ان عليا، بما ان تقول كل واحد سماه، اذا انت تعترف ان عليا نفس النبي صلى الله عليه واله لان الله سماه، تعترف؟ لا ما اجانا بالقران. بالقران شوف الحسيكه يا سبحان الله. لا انا حسيكه والله. اعترف انه علي شريف رضي الله عنه. شوف شوف اسمع اهدى هدوء. انا اريد النقاش يكون هادي. انت من قلت ان فلان حواري، الزبير حواري، خالد سيف الله المخلوق، شوفني انا ما متضايق، ما عندي حسيكه تشتغل. لما قلت لك ان الله تبارك وتعالى سمى علي بن ابي طالب بانه نفس النبي، والنبي ترجم هذه التسميه اخذ علي بن ابي طالب، ليش رفضت؟ شو السبب؟ شنو السبب؟ من خلى ابو بكر خليفه بعد النبي؟ راح قفزنا. شوف اخواني ما يتجاوب يا اخي الحبيب. يا تقول لي وش السبب؟ انت اقول لك السبب دغري. اقول لك شو اسمك انت بس اهدأ. شنو اسمك؟ اسم ابراهيم. ابراهيم. ابراهيم يعني انا اكلمك في قضيه المباهله تعبر لي الى مثلا خليفه ابو بكر، راح ماذا افعل انا؟ سالاحقك، اقول لك اعطيني ان الله تبارك وتعالى جعل ابا بكر الخليفه، او ان عمر الخليفه، او ان عمر الخليفه من الله او من الرسول. يلا اعطيني وانا اسلم. تفضل. انا ما اعطيك، انا اقول لك علي بايعها. زين انت لا تقدر تعطيني، بالله عليكم اخواني لا يقدر يعطيني. خل اكمل يا بد اعطيني مجال، خل نكمل والكلام مو بس لك غير اخذ وعطل. انت لا عندك من القران ولا تقدر تعطيني ولا تقدر تفخر بانتمائك ولا تقدر تثبت على انتمائك. انت ما تقول لي يعني شنو قضيتك؟ انا قضيتي من القران. انا انتمائي مسلم سني، انا مبين سني. لا والله يلا افخر بانتمائك، اعطيني من القران او من السنه ان ابو بكر الخليفه. يلا ارفع راسك. انا تعقل لك ما في دليل. تعقل لك من القران ما في دليل. تعقل لك اذا ما عندك شيء. اذا ما عندك شيء. طيب انا بعطيك دليل انه علي مبشر بالجنه. توافقني الراي؟ ادري هو الكلمه مضبوط. لا عم اريد قران اريد، واريد سنه. انا سني اريد من القران والسنه. اعطيني ابو بكر خليفه. انا تعطيك اياه ماذا تعطيني؟ عندنا علي مبشر بالجنه مزبوط. اوه اخونا الله يبارك فيك. طول بالك يا اخي، خليني اجاوبك. تعقل لك من القران. تعقل لك من القران يعني القران ما في القران المؤمن. تعقل لك من السنه. تعقل لك من السنه. اعطينا من السنه. اعطينا من السنه. يلا من السنه. ايه والله ما انا حافظ الاحاديث. يا ادري ما تجيب لنا واحد حافظ لا من السنه لا من القران. ما تقول لي انت شنو شغلتك؟ انا تعاجي معك. تعقل لك خيو انا ماني موافق على ابو بكر. خيو ابو بكر وخلفه ما حطوا. عم انا ما اريد هذا الكلام. اخونا الله يرضى عليك. ابراهيم واسمك ابراهيم؟ ابراهيم. ايه ابراهيم فضل. انا ما اريد انسان يقول لي دع اقول لك وتع اقول لك انه ابو بكر مو خليفه وما اعرف ايش. انا بالنسبه لي اريد عقيدتك، اريدك ترفع راسك. شوف الان راسك تخليه تقول ابو بكر مو خليفه، ليش؟ ما تقدر ترفع راسك. ما تقدر ترفع راسك. والله ما تقدر. انا ما تخليت. الان تقول لي مش خليفه. ليش علي؟ تعقل لك من القران ما تجيب لي. خويا تعقل لك من القران ما تجيب لي، تعقل لك من السنه ما تجيب لي، وما ترفع راسك. يا اخي طيب تطول بالك، ليش علي رضي على خلاف ابو بكر؟ اقول لك هو علي قران؟ عندكم علي قران؟ تعقلون علي مثل الرسول. انت شو دخلك بي؟ عجيب. الرسول معصوم.
عمي وعلي معصوم عمي ابراهيم على ابو بكر. ابراهيم ابراهيم انت شو دخلك بي؟ انت ما تقدر تقوم بروحك الا تتكي علي. انت انهض بنفسك، انهض، ارفع راسك، ارفع راسك، اريدك انت ترفع راسك. انا رافع راسي بعمر وبكر وعثمان. يلا يلا طين والحسين. تعال اقول لك طين من القران ما في رضي الله عنهم وارضاهم. اللهم صل على، يلا رحم الله والديك. شكرا لانضمامك اخونا، بارك الله فيك، شكرا لانضمامك. انا تعقل لك، انا تعقل لك ليش علي بايع ابو بكر. أيه. هنا جاوبني، هنا قل لي انه مثلا كان متضايق هددوه بالقتل. عمي الله وكيلك، الله وكيلك، محمد كفيلك، لا بايعهم ولا هم يحزنون، الله وكيلك. لكن شلون ضل بال ما يبايعهم لان هم خلفاء ظلمه ومغتصبين للخلافه، شلون يبايع؟ هاي هذا وهم، انتم عايشين بالوهم، ولذلك الان لو اهزك شوي اقول لك طين المصدر ما تعرف، انتم وهم عايشين. المصدر والله العظيم بايعهم ورضي الله عنهم جميعا. هذا انت كنت معاهم عمي، عمي جميعهم بالجنه عند النبي صلى الله عليه وسلم. عمي انت كنت معهم وشفت بايعهم معهم؟ والله نحن نعرفهم الحمد لله رب العالمين وآمنا فيهم ورضي الله عنهم وارضاهم. بارك الله بك، الله يستر. نحسبهم في جنات النعيم عند رب العالمين بعلى الدرجات. الله يسترعك، الله يحشرك ويا معاويه ويا جماعه. امين يا رب العالمين، امين امين امين. الله يحشرني ويا معاويه ويا عمر وابو بكر وعثمان ويزيد وعلي ويزيد ويزيد. الله الله يسمع منك. قول قول قول، اتمنى انه الله يحشرك ويا يزيد. اتمنى اتمنى الله يحشرني ويا يزيد وعمر وابو بكر وعثمان وعلي ومعاويه. لا مين علي كمان؟ علي مو يعني خلاص. لا ما دام مو يزيد خلاص، انت بعد الله يحشرك يا زيد. شكرا اخونا، شكرا، بارك الله فيك. يا رب تسمع تسمع. ايه تسمع، يسمع منك ويحشرني معهم. مع يزيد. بالعكس هذول صحابه رسول الله يا رجال. هذول 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 بعلى بعلى الدرجات بالجنه. الله اكبر، بوركت اخونا، الله يحشرك ويا يزيد. شكرا. يا رب الله يحشرنا معهم. مع يزيد، مع يزيد، قول مع يزيد، قول مع يزيد، مع يزيد، مع يزيد ومع معاويه ومع ابو بكر ومع عثمان ومع عمر. شكرا شكرا، بارك الله فيك، بارك الله. اللهم صل على محمد وعلى محمد، حسبكم هذا التفاوت بيننا وكل الذي فيه ينضح. اي والله هم يريدون ويا يزيد واحنا نريد ويا محمد وآل محمد. حياكم الله من جديد، وتعقيبي راح يكون على النقطة اللي أثار هذا الوهابي عندما قال هذه هي تسميات أنفسهم، مثلا خالد بن الوليد، سيف الله المسلول، عمر الفاروق، حور العين، هذه هي تسميات. إذن الإلزام من الحاج وعد اللامي وكان في قمة الذكاء، أنت تقر هنا، تقر من خلال أن هذه تسميات، تقر أن الإمام علي عليه السلام هو نفس الرسول محمد صلى الله عليه وآله. يقول الوهابي الإمام علي عليه السلام هو الذي خلى أبو بكر بالخلافة. أي عقول نخاطب نحن؟ أي عقول نخاطب يتكلم عن الإمام علي عليه السلام مهلطا، بعدها يتكلم على موضوع الأسماء وهذه هي مجرد أسماء، بعدها ينتقل إلى الخلافة، بعدها يقول الإمام علي عليه السلام بايعهم. الإمام علي عليه السلام لم يبايعهم، افهم افهم، في المعتقد الشيعي الإمام علي عليه السلام لم يبايعهم. متى ستفهمون هذه الجزئية؟ نكرر للمرة الثالثة، الإمام علي عليه السلام لم يبايعهم. الحاج وعد اللامي يسأله هل خلافة أبي بكر التي تتكلم عنها كانت من القرآن؟ يقول الوهابي ما هو نصا من القرآن ما عندي، ومن السنة ما عندي. المهم وزبدة الفيديو، هذا الشخص يدافع عن خلافة ويقول هي موجودة في القرآن، ويقول بنفس الوقت هي غير موجودة. يدافع عن سنة أو خلافة أبي بكر ويقول هي من السنة، ومن السنة غير موجودة وبلسانه. وختام الفيديو يقول اللهم احشرني مع يزيد، وأنا هنا حقيقة أرأف بحالك، أرأف بحالك لأنك أنت شخص مغيب. اللهم حقيقة اللهم اجعل لهذا الشخص نور يستضاء به، اجعله يهتدي إلى نور محمد وآل محمد ويرى اللذة الحقيقية بالولاء لمحمد وآل محمد، ولا تحشره مع يزيد. نعم قد يظهر منه النصب والعداء، لكن بجهله وغباء يتمنى أن يحشر مع يزيد. لذلك نطلب من الله له الهداية. نرجع إن شاء الله بفيديوهات أخرى،
وملخصات أخرى للسؤال بريء، فانتظرونا وفي أمان الله.